احفظ الله تجده تجاهك. دائما الله تبارك وتعالى يكون معك. سبحان الله. استشعر شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مهاجرا صلوات ربي وسلامه عليه وجلس في الغار مع أبي بكر وقريش مستميتة في البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتريد قتله، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يثبتوك أو يقتلوك، وجعلوا جائزة من أتى بمحمد أو بأبي بكر حيا أو ميتا له 100 من الإبل. ويأتي الكفار ويقفون عند باب الغار، حتى إن أبا بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. ما يحتاج يبذل مجهودا كثيرا، بس ينظر تحت قدمه سيرانا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وكل طمأنينة وكل سكينة؟ ماذا قال؟ قال: ما ظنك في اثنين؟ الله ثالثهما، الله أكبر. متى نصل إلى هذه المرحلة؟ أن نستشعر الطمأنينة والراحة والقربة من الله تبارك وتعالى وأنه يحفظنا سبحانه وتعالى. تصوروا موسى عليه السلام لما قصد فرعون قتله وقتل من معه وفر بدينه صلوات ربي وسلامه عليه، وفر معه المسلمون، ثم بعد ذلك وجدوا أمامهم البحر وفرعون من خلفهم يريد قتلهم وإبادتهم، حتى إنهم قالوا لموسى عليه السلام: إنا لمدركون. انتهى الأمر. فماذا قال موسى عليه السلام؟ قال: كلا. كل طمأنينة بكل ثقة: كلا، إن معي ربي سيهدين. الله معي سيهديني، كيف؟ لا أدري. هو يدري سبحانه وتعالى. مباشرة أوحى الله عليه أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. من كان يتصور هذا؟ بحر يضرب بعصا فينفلق فلقتين ثم يكون طريق بين هذين البحرين، من كان يتصور هذا؟ لكننا كمسلمين نعتقد أن الله على كل شيء قدير، وليس هذا الأمر خاصا بالخوف، بل يكون بالخوف وغير الخوف حتى في الرجاء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه أمور نستشعرها تماما إذا طبقنا الشرط الأول: احفظ الله. إذا طبقنا هذا الشرط